ايش لابسه؟ شو اسمها هذه؟ ايش؟ نحلة. صوتك حلو، علي صوتك. تبغين تسوين عملية؟ بنسوي لك عملية عشان تسمعي كثير. خلاص؟ كم عمرك؟ انت عارفة كم عمرك؟ كم؟ نادرة بتنتظر من سنتين، بتقول امتى بدي ادخل على تركيا اعمل عملية؟ امتى وامتى وامتى وامتى؟ بقي عندها اخر فرصات. انا اقول هذه البداية، لسه راح تنولد ان شاء الله من جديد. السمع يعني حياة جديدة، اللهم لك الحمد. خلاص دكتورة، نتعرف عليك. تفضل. انا شواق، اخصائية تخاطب تبع مركز الملك عبدالله تخصص الاذن، طالعين مع حملة مع مركز الملك سلمان الإغاثة. فاللهم لك الحمد، يعني تشرفت بهذا العمل العظيم. شعور لا يوصف، انا على الحدود السورية. اللهم لك الحمد، شفت عشرات الاطفال، تقريبا 30 ما يقارب 30. فاللهم لك الحمد، يعني قلت هذه ما هي للبداية. يا رب. الشيء اللي دفعكم انه تقوموا بهي العمليات، تقوموا بهي الاجراءات لهدول الاطفال، ايش اللي ذكركم في هذا الشيء؟ طبعا مركز الملك سلمان مش اول مره يسوون هالمبادره، يعني بس اول مره يسوون الاطفال زارع القوقعه. فطبعا احنا لما شاهدناه من الاطفال اللي نجاح العمليات اللي في السعوديه، فالان ان شاء الله يعني تشهدون نجاح كمان في مع الاطفال السوريين باذن الله. شكرا كثير. انا شفت فرحتك مع الاطفال كثير، شفتك كل شوي بتدمع، شفتك كذا، هذا الشيء اللي دفعني اني اجي باتجاهك اعمل معك هذا اللقاء. الحمد لله، شعور لا يوصف. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل هذا العمل وان يكتب لنا ان شاء الله الاجر والمثوبه من عنده. امين. نعم. سلامتك. ربي يسلمك يا اخي، ولا تدمع. هذول الاطفال والله اهلهم كلهم اقوياء ان شاء الله تعالى. الحمد لله. نعم نعم، والله فرحة لا توصف. إن شاء الله ربنا يقدرنا بإذن واحد أحد، وبإذن الله نقدر نساعدهم. شكرا كثير لك. أنا كثير بقدر مشاعرك. الله يسلمك. الله يسلمك يا أخي. الله يسلمك. يجزيكم الخير إن شاء الله.